السلام عليكم ورحمه الله خمس كلمات اخي الحبيب تعهد النبي صلى الله عليه وسلم اذا قلتها ان يكشف الله عنك الهم والغم والمرض والشده ما رايك استمع معي الى هذا الحديث النبوي العظيم كيف علمنا هذه الكلمات الرائعه على الرغم من بساطتها وسهولتها وقصرها خمس كلمات تصور ولكن للاسف كثير من الناس يغفل عن هذه الكلمات على الرغم من اننا نتعرض لضائقه ماديه، ضائقه اجتماعيه الى مرض، الى شده، الى مشكله سبحان الله نلجا لكل الاساليب الا لهذا الاسلوب النبوي عليه الصلاه والسلام يعني نغفل عنه دعوني اقرا هذا الحديث الشريف ثم نتامل ونحفظ هذه الكلمات الرائعه النبي عليه الصلاه والسلام يقول من اصابه هم او غم او سقم او شده فقال الله ربي لا شريك له. كشف ذلك عنه او كشف ذلك عنه صلى الله عليه وسلم. ايها الاحبه هذا ليس كلامي وليس كلام فيلسوف او كلام انسان يقدم لك نصيحه لا 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 هذا كلام من لا ينطق عن الهوى النبي يتعهد ويؤكد هذه الحقيقة انك مهما كان الهم والغم والسقم المرض يعني والشدة قد تكون هناك مشكلة مستعصية في بيتك لا تجد لها حلا قد يكون هناك مرض مزمن فشلت امامه قد يكون عندك ولد معاق او فيه مشكلة او او أصيب بمرض لا علاج منه. قد يكون لديك زوجة مريضة وأنت تقف عاجزا مكتوفا لا تدري ماذا تفعل. النبي يتعهد أن الله يكشف عنك هذا الضر إذا قلت هذه الكلمات، ما هذه الكلمات؟ خمسة. الله ربي لا شريك له. طيب على الرغم من يعني سهولة هذه الكلمات ولكن فيها معنى عميق إلى أبعد الحدود. الله ربي ما معنى ربي؟ الرب أخي الحبيب نحن نقول رب البيت رب الأسرة فيه معنى التربية معنى السيطرة معنى التحكم معنى انه لا يغفل عنك معنى انه يهتم بك الله ربي يعني الله لا يتركني الله يراني الله ربي هو الذي يهيئ لي الخير الله ربي يعني يحبني هذه كلها من صفات الرب الله ربي يعني قادر ان يستجيب دعائي. لذلك الرب سبحانه وتعالى لو اردت ان تفهم هذه الكلمه الرب ستجد عشرات المعاني فيها معنى التوجيه، معنى النصيحه، معنى الحب في حق البشر المسؤوليه يعني الرب يحمل مسؤوليه الاسره. نحن كبشر فالله عز وجل عندما نقول الله ربي يعني الله يرزقني تعهد بانه سيرزق كل دابه على وجه الارض قال سبحانه وتعالى وما من دابه في الارض الا على الله رزقها الزم نفسه برزق حتى النمله فلا يعجز ان يرزق عبدا ضعيفا يقول الله ربي فلذلك صحيح انا اقول الله ربي ولكن لو جلست وفكرت صدقني ستكتشف مئات المعاني مخفيه داخل هاتين الكلمتين الله ربي فيها معنى الرزق فيها معنى الشفاء فيها معنى الهداية للخير. طيب لا شريك له. هنا هذه الكلمة ربما نظن انها كلمة عادية لا شريك له. ولكن إذا فكرنا قليلا سنجد أن فيها معاني عميقة جدا. الإنسان عندما يمرض أيها الأحبة أول ما يلجأ إلى الأطباء والمشافي والعلاج وتجده خائفا حتى لو اضطر الى انفاق كل ماله سيبذل هذا المال في سبيل التخلص من هذا المرض وهنا الشرك الخفي الشرك الخفي فعندما يشفى اذا اعتقد ان المال والطب والدواء هو الذي شفاه هذا نوع من انواع الشرك يجب ان تعتقد ان الله هو الذي شفاك وليس المال سيدنا ابراهيم كان يقول واذا مرضت فهو يشفين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين واذا مرضت فهو يشفين مع العلم أن سيدنا إبراهيم كان في زمانه متاح الأدوية مثل العسل وغير ذلك وهو يعلم وجود هذه الأدوية ولكن كان يرد الشفاء لله عز وجل لأنه هو خالق الدواء وهو مسخر الدواء وهو فعلا عنده الشفاء سبحانه وتعالى فلذلك عندما تقول لا شريك له فكانما عقلك وقلبك يقول يا رب الشفاء فقط من عندك كل هذه الدنيا هي اسباب ووسائل انت تتحكم بها يعني هذا الانسان الذي يريد مثلا ان يضرني يحسدني فاوقعني في هذه الشده لا اله غيرك يصرف عني هذه الشده لا شريك لك فلذلك ايها الاحبه نحن معظمنا اليوم نستعين بغير الله نلجا لغير الله نطلب من غير الله وننسى ان هناك الها كريما قادرا ان يصرف عنك الشر قبل وقوعه. ما انت عندما تدعو الملك عز وجل الملك والملك بهذا الدعاء تقول الله ربي لا شريك له وتكرر هذا الدعاء قد يكون هناك مرض سيصيبك فيصرفه الله عنك من قبل ان تصاب به ولا تدري. قد يكون هناك حادث سيصيبك يصرفه الله وانت لا تدري وحتى بعد ان يقع هذا المرض او هذه الشده او هذا الهم او الغم يعني قد يكون انسان ابتلي بالديون، كثره الديون ولا يدري ماذا يفعل ابواب الدنيا اغلقت في وجهه ابواب الخير مغلقة أمامه صدقني إذا لجأ إلى هذا الدعاء وقال الله ربي لا شريك له وقالها بصدق وباخلاص وتدبر ويقين أيها الأحبة نحن نحتاج لليقين وليس لمجرد الثرثرة والكلام لأن هناك إنسان يختم القرآن كاملا وبعد ذلك يذهب ويؤذي الناس بعد ذلك يذهب ويكذب في تجارته يغش الناس طب أنت ماذا قرأت وماذا استفدت لا شيء لذلك هنا عندما تقول الله ربي لا شريك له حتى تضمن تأثير هذه الكلمات يجب أن تستيقن تماما انه لا يضر ولا ينفع الا الله، لذلك هناك حديث اخر علمه النبي عليه الصلاه والسلام لسيدنا ابن عباس ابن عم النبي عندما قال له اعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وان ما اخطاك لم يكن ليصيبك يعني انت اصابك اصابتك عدوى من شخص التقطت فيروس من شخص ومرضت يجب ان تعلم ان هذا الامر تم باذن الله وهو مقدر عليك لحكمه الله يعلمها فيها خير لك قد يكون هذا المرض فيه خير لك انه منعك من شر ما منعك من سفر قد يكون فيه شر لك. أو أن الله أراد أن يرفع منزلتك عنده يوم القيامة فابتلاك بهذا المرض لتصبر وترضى وتكثر من الدعاء وتكثر من اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى وتكثر من الاستعانة بالله والتذلل أمام الله عز وجل بين يدي الله ف ترفع درجتك في الجنه الى مستوى لا يمكن ان تصل اليه الا بهذا البلاء. هناك انواع من البلاء كما اخبر النبي عليه الصلاه والسلام ايها الاحبه لا يصل الانسان الى مرتبه معينه في الجنه الا ببلاء مثل هذا. يعني انسان يكره يكره قله المال. يكره الضائقه الماديه يبتليه الله بهذا الامر يضيق عليه كثيرا ليصبر ويرضى ويحافظ على حبه لله والتزامه باوامر الله فلا يسرق ولا يمد يده للحرام ولا يعصي الله ولا يشكو الله لعباده يبقى راضيا قانعا صابرا يعلم ان ما اصابه لم يكن ليخطئه مثل هذا الانسان بسبب صبره يصل الى هذه المنزله العاليه التي لا يبلغها الا بمثل هذا البلاء لذلك هنا يجب ان نغير ثقافتنا عن الهموم والمشاكل والهم والغم وغير ذلك ليس كل من يصاب بمرض هذا انسان يعني سيء لا ليس كل من يمر بضائقه ماديه يعني هذا يكرهه الله لا بالعكس قد يكون الانسان الاكثر بلاء هو الاكثر قربا من الله لان النبي عليه الصلاه والسلام يقول من يرد الله به خيرا يصب منه يصيبه ببعض الامراض والمشاكل والهموم والفقر والضيق الى اخره ويقول ايضا اذا احب الله عبدا فتح عليه الدنيا لا اغدق عليه المال لا اذا احب الله عبدا ابتلاه والبلاء معروف هو الاختبار والاختبار لا يكون الا في الظروف الصعبه لذلك اخي الحبيب هنا هذه الكلمات الخمسه رجاء احفظها وعود لسانك عليها يعني لا تنتظر حتى ينزل عليك البلاء ربما تنسى عود لسانك كل يوم ان تقول عده مرات سبع مرات مثلا يعني الله ربي لا شريك له الله ربي لا شريك له الله ربي لا شريك له تكرر وانت في صدرك حاول ان تشعر بالاطمئنان والقرب من الله وتتخيل كان مشكلتك قد حلت باذن الله ولو ستحل بعد سنه ولكن تعامل وكانها حلت تعامل مع هذا المرض وكانه شفي ان شاء الله لا تحمل الهم لان لان النبي تعهد ان من قال ذلك كشف الله عنه هذا البلاء أو كشف هذا الأمر عنه والنبي لا يمكن أن ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى نسأل الله عز وجل أن يلهمنا هذا الدعاء دائما وأن يكشف عنا وعنكم كل بلاء وهم وغم وسقم وضيق وان يرضينا عز وجل في الدنيا والاخره انه على كل شيء قدير واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته حتى يتبين لهم انه الحق